بسم الله الرحمن الرحيم. حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون. واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا النفس تبكي على الدنيا وقد علمت أن السلامة فيها ترك ما فيها. لا دار للمرء بعد الموت يسكنها إلا التي كان قبل الموت يبنيها، فإن بناها بخير طاب مسكنها، وإن بناها بشر خاب بانيها. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بحضراتكم معنا وحلقة جديدة في برنامج الوعد الحق. نرحب بحضراتكم ومعا نرحب بالداعية الإسلامي الكبير فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عمر عبد الكافي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام. مرحبا بفضيلتكم. مرحبا. أهلا وسهلا. اليوم في الحلقة التاسعة من برنامج الوعد الحق. فابنك صار لديه 9 ماذا أيام سنوات شهور، ماذا من الزمن تطلق عليه؟ أي زمن تقصد؟ هذا ما قصدت بالفعل. المفروض أن نطلق أي زمن فضيلة الشيخ؟ أولا يعني نحن نريد أن نتعايش مع علامات الساعة ومع الوعد الحق، معايشة المسلم لما جاء في كتاب الله وشرع رسوله صلى الله عليه وسلم، حتى يكون له معلم من معالم حياته يتوقف عندها لتبدأ انطلاقة كبرى في حياته، استعدادا للقاء الله وتعميرا لدنياه التي سوف يتركها. صحيح، وهذا ما نقصده في الوعد الحق. نعم، ورغم هذا نجد أناسا كثيرين يتهيبون من ولوج هذا الموضوع ومسألة الترهيب داخل القرآن الكريم، تحديدا الوعد الحق وذكر الآخرة والنار. ماذا تقول لهم فضيلتكم؟ يعني عندما تذكر الآخرة وما فيها في أكثر من 3600 موضع، هل أمالنا من وقفة؟ 3000. نعم. القرآن 6000 آية. نعم، في نصف القرآن تتكلم الآيات عن الآخرة وما فيها في بهذا الكم، وهذا استقصاء الله في كتاب الله عز وجل، فكيف أتركها؟ كيف لا أتوقف عندها؟ لابد أن الأمر جلل. صحيح، لأن الدنيا بالنسبة للآخرة كما يدخل أحدكم إصبعه في اليم فلينظر بما يرجع. لا شيء، يعني إذا دخلت إصبعي في البحر بما أرجع، هذه الدنيا وهذه الآخرة. وقلنا ان يعني الآخرة الجنة، لو ان قطرة من الجنة يعني سقطت في الدنيا لحلتها لكم قطرة. ولو ان قطرة من غسلين التي ذكرها الله في كتاب في القرآن في عن النار نزلت الى الدنيا لخبثتها عليكم. هكذا روح. سلام يا رب. فحقيقة خطورة مسألة الوعد الحق اننا نتكلم عن كيف نصح دنيانا عن طريق إصلاح آخرتنا. هذا هو المنطق. نعم. وليست هذه وإذن ولا لا ترهيب في حد ذاته، لا تخويف في حد ذاته. لا، مسألة إيقاظ الهمة. نعم. كي تعلو الهمم. استنهاض. نعم. وليست دعوة للتأييس، أن يقول المسلم خلاص بقى الآخرة على وشك والساعة على خلاص على الأبواب، فلا داعي أن أتكاسل وأن أعتكف في المسجد. لا، ما قال له أحد هذا. أن يصلح عمله الذي يقتات به حتى يصير هذا العمل أخروي. هذا ما نقصده. صح. نعم. صحيح. نعم. اليوم بأمر الله تبارك وتعالى نشرع في العلامات الكبرى للساعة. توكلنا على الله ونعم بالله. نعم. واسمح لي باستخدام البنوة والأبوة في هذه الحلقة، وأنا وكثير من المشاهدين يشتاقون ويتوقون إلى العلامات الكبرى للساعة، أن تسردها علينا مرة واحدة ثم نقف عند كل آية على حدة. قصة تحكيها لنا كقصة. هي قصة من الصعوبة بمكان، لكن لا بد من أنها قصة حق.
هذا من القصص الحق. نعم. وليست قصة مؤلفة أو قصة كتبها كاتب، وإنما هي حقائق الأمور عندما تتكلم. حقائق. نعم. ستحدث. لا لا لا, لا مناص. لا جدال. ويجب أن نعرفها. نحن مكلفون بمعرفتها. نعم. لا أن نهرب منها، لأن سوف نراها. سوف نراها. إن عشنا سوف نراها إن شاء الله. نعم. من عاش منا سوف يراها. متى؟ الله أعلم، لا يجليها لوقتها إلا هو. ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة. سلم يا رب. نعم. طب لندلف ونستمع. الله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، أولا نريد أن يعني نشرح لأبنائنا وبناتنا وإخواننا وإخواتنا الجالسون الآن على أمام الشاشة التلفاز للاستماع والمشاهدة، إن علامات الساعة الكبرى 6 علامات. نعم. سوف يستيقظ الناس يوما، فلم تطلع الشمس من المشرق كما تشرق، فينتظر طوال اليوم أن تشرق الشمس فلم تشرق، لن تشرق، والدنيا فيها شيء من الظلام. في اليوم الثاني ينتظرون فلا تشرق، في اليوم الثالث كذلك لا يحس بها إلا من يقوم الليل. هكذا ورد في الحديث أن الشاعر بمسألة غياب شروق الشمس لا يشعر بها إلا قائم لليل، يعني لا ينتبه إلى غيابها فقط. لما؟ يبدو أن النور الذي في قلوبهم من قيام الليل يستشعرون علامات الساعة. سلم يا رب. نعم. ومن يقومون الليل لا يستشعرون تلك العلامة أبدا، لا، إلا أن تصدمهم فجأة بظهورها، لكنهم يستشعروها من باب الإرهاصات. لكن هو يستيقظ من نومه يرى ظلاما. نعم. لا يرى نورا. لا ما في شمس، ما شرقت الشمس، ربما غادرت مدارها، ربما انقلبت موازين القوة في الكون. سلم يا رب. لأن الحديث سوف نأتي كيف أنها تحجب هكذا. نعم. بعد كم يوم؟ بعد 2 أو 3 في رواية الحديث هذا وذاك. نعم. إذا بالشمس يصيح صائح: ها إن الشمس قد طلعت من الغرب. الله أكبر. أول علامة، قال صلى الله عليه وسلم: إن أول علامات الساعة أن تطلع الشمس من مغربها، أو أن تظهر الدابة، أيهما ظهر فالأخرى على أثرها. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم لم يقدم واحدة ويؤخر الأخرى. إما أن الشمس تطلع من الغرب، لا نستطيع أن نقول تشرق من الغرب، لا، تطلع من الغرب صحيح، وبعدين تظهر الدابة، أيهما ظهر فالأخرى على أثر. ربما الدابة تظهر. نعم. لكن أنا أميل بتحقيق الأحاديث إلى أن الشمس تظهر أولا. الشمس تطلع. ستمكث 2 أو 3 أيام ظلام. تمام. نعم. ليس هناك شمس. تطلع من الغرب. سلم. قالوا: يا رسول الله، وتمكث يوما كأيامنا؟ قال: لا، تطلع من الغرب في أول يوم تمكث سنة كاملة. شمس. نهار. نهار كامل سنة. سنة كاملة. الصحابة حصل لهم رعب. أعوذ بالله. قالوا: يا رسول الله، كيف نصلي يومها؟ يا الله. فانظر أولويات. فانظر إلى الصحابي خرج من فمه هكذا. يعني أول شيء ما قال: متى أذهب إلى العمل؟ متى أصيف؟ متى أشتي؟ متى أصبح كذا؟ متى ينتهي العام الدراسي؟ متى يبدأ العام الدراسي؟ متى أشتري السيارة؟ متى أبيع البيت؟ لا. قال: كيف نصلي يومها؟ قال: قدروا لهذا اليوم قدره. قدروا. بمعنى يعني شوف سبحان الله، ما كان عند الصحابة ساعات يد ولا ساعات حائط ولا غيره، فلكن قدروا لهذه اليوم القدر. وكان الرسول يريد أن ييسر على الأمة الأمر، يعني قدر ما بين صلاة الصبح، يعني أنت تصنع كذا وكذا إلى أن يأتي الظهر. لا. وتصنع كذا، لأن خلاص الشمس من الغرب فلا تستطيع أن تقول الضد للأشياء، لأن كارثة أن تطلع الشمس من الغرب أن يغلق باب التوبة حتى يخرج. قلنا هذا في العلامات الصغرى، يعني عند ظهور العلامات الكبرى ينتهي باب التوبة خلاص. احنا بالامس انتهينا من علامات الساعة الصغرى، باب التوبة ما زال مفتوحا الى البارحة. اليوم مع ظهور العلامات الكبرى حتى يخرج الرجل بالذهب الاحمر، يعني ذهب خالص سبحان الله. لا. فيذهب الى الفقير ينظر اليه يريد صدقة، يقول له: هل لا كان بالامس؟ تجاي الان تذكرني؟ يا الله. هل لا كان خلاص يا حبيبي؟ هو اللي قدام تجاي فيه. يا الله. تجافي. إلا مؤمنا صادقا كان مستمرا على إيمانه
يستمر قبول العمل منه الخير بالقصور الذاتي هكذا. خلاص توقف، سبحان الله تتوقف العمل خلاص. ومن كان على معصية يستمر على لا يستطيع أن يتوب، يستمر الإنسان على ما كان عليه. خلاص سوف نأتي إلى ما هو أكبر من هذا. نعم. تظل أول يوم كسنة، والثاني يوم، والثاني يوم كشهر، من أيامنا، أيامنا تلك، من أيامنا 30 يوم. نعم. وثالث يوم كجمعة، ومن اليوم الرابع تظل كأيامنا تلك. الله أكبر. هذه أول علامة تفجأ الناس. المؤمن لما يرى هذه ينطق لسان حاله ولسان مقاله، هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. طبعا ربما يخرج لنا فلاسفة، والله أصل الشمس مش عارف إيه، أصل المريخ تأخر عن علماء الفلك والتفسيرات وعلماء الفلك يوقنون أن هذا سوف يحدث يوم، يوقنون أن هذا سوف يحدث. نحن لا نحتاج إلى تفسير علمي لتلك. أنا وقاف عند كلام رسول الله، والرسول أصدق من أي إنسان آخر. صحيح عليه الصلاة والسلام. لما تظهر هذه العلامة إذا بالدابة على أثرها، كم وقت؟ ربما تمكث هذه لمدة سنة. الشمس سنة من أيامنا. نعم. يعني سنة وهذه الأيام بالضبط نريد أن نحسبها، يعني سنة وشهر وأسبوع وبعدين يوم، بالإضافة إلى السنة. تمام يعني. نعم. طبعا خلاص. يعني سنة وشهرين تقريبا، سنة وثلاثة أشهر. الإنسان سوف يشغل بالأحداث عن حساب الزمن، يعني تماماً. سوف يصير عندنا ما يلهينا إذا كنا سوف نكون على على ماذا يلهينا بعد والشمس هكذا و... لا لا لا, 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 لا لا الرعب، لأن بدأت العلامات تظهر فالناس تخاف، لأنه في ابتلاءات قادمة، في الابتلاءات والفتن قادمة. هذه ليست ابتلاءات، هذه إرهاصات. لا إرهاصات، لكن الابتلاءات قادمة لسه. سلم يا رب. فلما تطلع الشمس من مغربها إذا بالدابة تظهر، أخرجنا لهم إذا وقع القول عليهم، خرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم بكلام إنسي، أن الناس بأن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون، بكلام الإنس وكانتك تكلم يسمعها القاصي والداني. سبحان الله. الدابة دخل العلماء كثيرون في وصفها، ولكن نحن لن نقف عند هذا الأمر. في دابة تسير على أربع، دابة صالح، دابة سواء هي ناقة فصيل، ناقة صالح أو غيره، لكن إحنا هم في دابة تكلم الله عنها في كتاب الله، ومن أصدق من الله قيلة. نعم. فهذه الدابة تظهر معها عصا موسى وخاتم سليمان. مع الدابة؟ مع الدابة تمسك بعصا موسى وبخاتم سليمان. نعم. تدخل على الناس أول ما تدخل من باب الحرم. هو خاتم سليمان مش في بطن سمكة في المحيط؟ لا يعني كما يقال بال... لا لا هذا تزوير. لا لا هذا ما قالته تقوله التوراة والكتب الأخرى، لكن لا. قال نبينا صلى الله عليه وسلم معها عصا موسى وخاتم سليمان. طيب. صدقت يا رسول الله عليه الصلاة والسلام. تلمس وجه المؤمن بعصا موسى فيصير على وجهه نور وهالة من ضوء، والناس تنظر إليه تناديه يا مؤمن يا مؤمن. الله اللهم اكتب لنا يا رب. وتخطم وجه الكافر او تلمس وجه الكافر والفاجر والظالم الذي مات بخاتم سليمان فيكون على وجهه غبره. سلم يا رب. فينقسم الناس الى قسمين وتختفي الاسماء، ينادى يا مؤمن يا كافر. تختفي الاسماء، هذه صيغه المناداه وقتها، صيغه المناداه بين البشر، كل البشر الموجودين على الساحه الان، كل البشر لا احنا نتكلم عن القطاع المسلمين، خلينا نحن في المسلمين اهلنا من عالم الاسلام. يعني الامريكان مثلا سوف يروا الشمس من المغرب، والروس وهكذا، العالم كله، البشريه كلها، العالم كله، ام نحن فقط العالم المسلمون؟ كله. العالم كله، العالم كله سوف يرى. هذا سبحان الله، هذا تغيير كوني، وطبيعه الكره الارضيه ومن اسفل ومن اعلى، هذا تغيير كوني. سوف تتغير الارض يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، وبرزوا خلاص الموازين، يعني خلاص انقلبت. الله أكبر. الله أكبر. فهنا يا مؤمن يا كافر. سبحان الله. لما سبحان الله العظيم الدابة تظهر، سبحان الله العظيم، نعم، تضع قدمها على آخر ما تقع عينها. الله أكبر. تشيع تطوى لها الأرض طية. سبحان الله العظيم. عند ظهور الدابة إذا بالآية الثالثة المرعبة وهي الدخان.
الدخان ولها سورة في القرآن سورة الدخان. فارتقب فارتقب يا محمد، انتظر يا محمد، انتظروا يا أصحاب محمد، يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس، الدنيا تظلم، الدخان يظلل العالم، يصير على رأس المؤمن كالزكمة زي زكام بسيط، ويصير على رأس الكافر كنيران تغلي فوق رأسه. يا الله. يدعو الناس ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون أو إنا موقنون. ما ينفع الدعاء، ما ينفع، يستجاب من المؤمن، يستجاب له. لا خلاص، المؤمن مسكين يستجاب له لأنه عبد الله من قبل، عبد الله بالغيب. نعم. لكن هؤلاء يريدون حتى يقال يعني أن لما علامات، وسوف نأتي الأحاديث أن لما تأتي هذه العلامات يأتي إبليس يريد أن يسجد، الأنظر إلى يوم يبعثون، خلاص بدأت البعثة وانتهت، أنا خلاص انتظر، خلاص انتظر، فسجد فوطئته الدابة فقتلته. ده ست، لا خلاص هذا ما يقال، تدوس الدابة. سوف نأتي تفصيلا. الدخان من السماء هذا يأتي بعد كم من الوقت بخروج الدابة؟ الله أعلم، يعني فور وظهور الدابة. شوف، هذه علامات متسارعة، متسارعة، علامات الساعة، يقول فيها صلى الله عليه وسلم كعقد انفرط خيطه فتتابعت حبات. يا الله. وتظل الساعة بعدها كالحامل المتم لا يدري أهلها متى تضع. خلاص، يا ترى بكرة، بعد ساعة، بعد نصف، بعد ساعتين، خلاص الكل في حالة ترقب وتوجس. وفي ناس تموت في هذه، وفي ناس تموت في هذه، نعم، في ناس تموت، في ناس تموت. نعم. من جاء أجله يموت، يموت. تمام تمام. ويموت على ما كان عليه، على ما ختم له، على ما الناس يموتون على ما كانوا عليه، على ما كانوا. ربنا يثبتنا والدنيا إن شاء الله. يا رب يا رب. الدخان من السماء هذه العلامة والآية الثالثة. نعم. نعم. ثم تأتي المصيبة الكبرى، المسيح الدجال أو المسيح الدجال، كلاهما اللفظ صحيح. عليه لعنة الله. ما من نبي، يجوز أن نقول عليه لعنة الله، يعني والعياذ بالله رب العالمين، لا داعي لأن يعود الإنسان نفسه أن يلعن. فالمسيح أو المسيح الدجال هذا يعني ما من نبي ولا رسول إلا وحذر أمته منه. سبحان الله. والرسول صلى الله عليه وسلم هكذا يقول، ما من نبي من قبل إلا وحذر أمته منه، وانا احذر، الرسول يحذر الامه سبحان الله من المسيح الدجال. وظل يحدث ويحدث فوق المنبر حتى قال عمر ظننته بجواره. لا اله الا الله. من شده تاثر عمر سبحان الله العظيم بكلام النبي، بهذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم. فسبحان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ان له علامات واضحه المعالم للمسيح. المسيح هو يكون انسانا، انسان بشر مثلنا. نعم نعم. لو عينان وأفضل. لا لا نعم نعم نعم. نعم. هو شبهه الرسول بأحد بأحد الأعراب الموجودين في جزيرة العرب يومها. نعم. عينه اليمنى ممسوحة كأنها من نحاس، والعياذ بالله شكله مرعب. يا ساتر. وعينه طافية كالعنبة، جاحظة جاحظة، والعياذ بالله رب العالمين. كل مؤمن يقرأ على جبهتي المسيح الدجال أو المسيح الدجال يقرأ كلمة كافر، حتى قال الرسول كافرة بالحروف. يا الله. يقرأها كل قارئ وكل أمي لا يقرأ، وكل أمي يقرأه الله عز وجل، ولكن أمي مؤمن. تمام. لا. فإذا رأيتموه فقرأوا عليه فواتح سورة الكهف، اقرأ عليه أول أربع آيات من سورة الكهف. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. نعم. قيما لينذر بأسا شديدا. أول أربع آيات. نعم. وهذه يتعودها المؤمن كل ليلة ووناء قبل أن ينام، لابد من قراءتها، منه يستيقظ الفجر، ومنه إذا ظهر المسيح لا يسلطه الله عليه. إذن هي دعوة لجميع السادة المشاهدين. نعم. ألا يناموا. نعم. إلا بعد قراءة أربع آيات الأولى من سورة الكهف. نعم. بسيط. نعم. ثم المسيح أوتي أو أتاه الله فتنا عجيبة في هذه الآونة. هذه علاماته، عين نحاسية. أيوة أيوة. وشعره هكذا، يعني شعر يعني شعر أجعت طويل، أشعث، مرعب، يعني شكله غير مريح سبحان الله. هذه الآونة السماء لا تمطر، الأرض لا تنبت زرع، الضروع عند البهائم تجف ليس فيها لبن، خراب. فيأتي فيقول للسماء أمطري فتمطر، تمطر. أيوة. والأرض أنبتي فتنبت،
وللضرع امتلئ لبنا فيمتلئ فيحضر فتنة. صحيح. تؤمن به الناس. قل أنا نبي الله والرسول يقول فإن سمعتموه لا نبي بعد. صحيح. ثم يثني نص حديث رسول الله يقول أنا ربكم. يقول الله يقول رسول الله. تؤمن به بعض من يوجد من الناس. أكثر أتباعه من اليهود والمنافقون والنساء حتى يعود الرجل إلى بيته فيربط زوجته وابنته وأمه وعمته وخالته خشية أن تغافل فتتبع المسيخ الدجال تظن موضة من الموضات أو 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 مصيبة من المصائب. لا الله. فانظر إلى خوف المؤمنين اللي سبحان الله. طبعا المؤمنات ما شاء الله لا يحتاج إلى من يصنع معهن هذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول إيه وربكم لن تروه إلا في الآخرة وهو أعور ربكم ليس بأعور. الرسول بيغشش الصحابة يفهمنا يعني بيوضح لنا قضايا خلي بالك أحسن يضحك عليك سبحان الله. سبحان الله. وبعدين معه جنة ونار معه يعني يقول للناس أنا معايا الجنة والنار اللي هيطيعني ويؤمن بيك رب أنا أطعمه وأسقيه ويشرب اللبن ويأكل سبحان الله. نعم. قالوا وما طعام المؤمنين يومها يا رسول الله؟ قال طعام المؤمنين يومئذ التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير يلهمهم الله به كما يلهمون النفس. يا الله. يقول سبحان الله يشبع والحمد لله يروى سبحان الله. لا إله إلا الله يزداد شبعا سبحان الله. سبحان الله يكبر يسبح لأن المؤمن طبيعته يعني أنا رأيت علماء لي ما رأيتم إلا ذاكرين ما رأيت إلا شفتيه تمت لابد المؤمن يكون كده أن تصبح وتمسي ولسانك رب بذكر الله تصبح وتمسي وليس عليك خطيئة هكذا. وبعدين فالرسول على المنبر وهو يخطب ويصف هذا يقول يا عباد الله اثبتوا وكأنه موجود الله يرضى عليك. فالرسول ينتقل صلى الله عليه وسلم ينقله الله إلى الحدث وكأنه ينتقل إلى ما وراء ينتقل إلى ما وراء حجب الغيب. الله أكبر. فالرسول يا عباد الله اثبتوا سبحان الله. فلما رأى عمر يهتز عمر نظر قال ما عليك يا ابن الخطاب إذا ظهر إذا ظهر وأنا فيكم فأنا حجيجه وإن ظهر من بعدي فامرئ حجيج نفسه والله خليفتي على كل مؤمن. إن ظهر فيكم وأنا معكم فأنا حجيجه أنا أستطيع أن أقاومه وأنا أعرف كيفية مقاومة. وإن ظهر بعده فامرئ حجيج نفسه يعني ماذا امرئ حجيج نفسه يعني دفع نفسه بإيمانه بالإيمان الذي أعطاه الله له سبحان الله. نعم. كل يعتمد على نفسه بما لديه بما عنده من ركيزة إيمان بما له من ركيزة إيمان سبحان الله. فامرئ حجيج والله خليفتي على كل مؤمن. منع من مواطن ثلاثة لا يستطيع دخول مكة ولا دخول المدينة ولا بيت المقدس سبحان الله. ممنوع الذين يقيمون له الدنيا الله ولذلك يمنع من دخولهم يمنع. لا يستطيع لا يستطيع من يمنعه تطرده الملائكة الله أكبر. يعني هو يحاول أيضا أيوة نعم يحاول ومعه 70,000 من يهود أصبهان كما قال صلى الله عليه وسلم ومعه آلاف مؤلفة معهم السلاح يعني جاي كده فرد الموضوع كبير جيش يعني أيوة نعم نعم من أتباعه سبحان الله آخر فتنة في الأرض سبحان الله. فيطرد تطرده الملائكة فيخرج إليه المنافقون من المدينة فتنفي المدينة خبثها كما ينفي الكير خبث الحديد. يخرج من المدينة المنافقون منافقوها المنافقين اللي عايشين في المدينة آنذاك يتبع المسيح في المدينة يكون منافقون آنذاك في كل بلد الله أعلم ما لكنها بقاع طيبة لكن فيها يعني سبحان الله فيها أناس يعني يخرجون هكذا عشان تطهر المدينة من منافقين يا سبحان الله. تنفي المدينة خبثها كما ينفي الكير خبث الحديد. المهم يعيث فسادا في الأرض سرعته أسرع من الريح المرسلة مشيه لا يركب سيارة لا يسلط الله أعلم لا يسلط أحد عليه يعني مش عادي يقول بسهولة برصاص أقتله بقنبلة لا يسلط أحد عليه كما لو يسلط أحد على إبليس تمام صحيح. لا يسلط أحد عليه حتى يأتي الفرج من الله عز وجل فينزل المسيح عليه السلام. هذه علامة أيضا هذه علامة الخامسة نعم سيدنا عيسى ينزل عند المنارة الشرقية شرقي دمشق حددها الرسول حدد المكان نزول عليه مهرودتين عليه عباء مهرودتين يعني كساءين كساءان سبحان الله. إذا طأطأ قطر من جبينه كحب الجمان
يا الله زي الفضة المذابة نزل من عرقه عليه السلام. وإذا رفع علاه البهاء ينزل فيدخل على المسلمين في صلاة الصبح في المسجد. الله أعلم أين يذهب، يعني ينزل فيدخل، ما قال أين يدخل، يدخل على المسلمين في صلاة الصبح فيرتج المسجد. الكل المؤمنين يعرفوا أن هذا عيسى، فيرتج المسجد فيعود الإمام إلى الخلف القهقرة لكي يتقدم المسيح ليصلي، فيدفعه المسيح في كتفيه يقول أكمل جئت تابعا لأخي محمد لا إله إلا الله عليه الصلاة والسلام. فيصلي الإمام فالمسيح يبتدي يهدئ المؤمنين ويقول افتحوا هذا الباب، يفتحوا هذا الباب فيجد المسيح خلف المسجد، خلف المسجد، فلما يجد ريح عيسى ينماث كما ينماث الملح، يذوب كما يذوب الملح. أول ما شم ريح سيدنا عيسى روح الله وكلمته التي ألقاها إلى مريم يذوب، فيقتله على باب اللد فلسطين، على باب اللد مدينة اللد فلسطينية. إذن سيكون هذا الحدث في فلسطين، في فلسطين، في في, 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 في هذه الأرض المباركة، أرض الرباط تلك. فيقتله على باب اللد، ثم يقتل عيسى الخنزير ويكسر الصليب ويحكم بالعدل 40 سنة. 40 سنة ولا يصلي بالمسلمين. من يصلي؟ يصلي أئمة المساجد أينما كانوا، أينما كانوا هو يصلي تابعا، يصلي مأموما عليه السلام. ثم يوحي الله عز وجل إلى عيسى أن حرج بعبادي جانب الطور، خذ بقية المؤمنين واذهب بهم إلى جانب الطور بعيد هناك، لأن أرسلت قوما لا يدان أحد بقتالهم، في ناس مخلوقات جاية ما حد يقدر عليهم، فتاة العلامة السادسة وهي يأجوج ومأجوج. يا الله، وهم من كل حدب ينسلون. يمر أحدهم على بحيرة طبرية، يا بحيرة عذبة، أحد من يأجوج، من يأجوج ومأجوج، نعم، يشرب، نعم، ويمر آخرهم فيقول لقد كان في هذه البحيرة ماء منذ زمن، فانظر إلى عددهم. يا الله، يعني يمكث زمن كبير من الوقت إلى أن يعني يأتي تأتي آخر الأفواج حتى يجف بحر طبرية، حتى يشربونه كاملا، يشربون حتى تجف بحيرة طبرية، تجف. سلم يا رب. سبحان وآخرهم الله. لا يشرب، وآخرهم لا يجد، جيوش جرارة. فيلهج عيسى ومن معه عند جبل الطور بالدعاء إلى الله أن يخلصهم من هؤلاء، لأن ال 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 الخبث ومصائبهم وانتهاكاتهم للبلاد والعباد خطيرة، جيوش. فعند بشر أيضا يأجوج ومأجوج، الله أعلم، يعني قد يكونوا بشر، غالبا هم بشر، غالبا، يعني نتوقف عندما جاء في كتاب سنأتي عليهم. نعم، نعم، سبحان الله. فعندئذ لما هذه الأفواج يدعو عيسى ومن معه فيصاب يأجوج ومأجوج بالنغف في رقابهم زي يصاب بديدان وحشرات وكذا، فيصبحون فرثا يموتون. فتأتي طيور من السماء لها أعناق كأعناق البخت زي رقاب الجمل، زي رقبة البعير، هو أكبر، ترفع الجثث هذه وتلقيها في البحر، ثم تهطل السماء مطرا غزيرا تغسل الأرض من نتنهم ورائحتهم، ثم يقول الله عز وجل للأرض ردي بركتك، اجعل بركة مرة أخرى، البركة تعم الأرض سبحان الله، فتلعب الصبيان مع الحيات لا تضرهم، وترعى النمور الأبقار، وتكون الذئاب مع الغنم كالكلاب تحرسها، وتكفي اللقحة من اللبن الفئام من الناس، يعني حلبة اللبن تكفي البركة تعم، يعني مثلا حلبة اللبن للناقة والبقرة ما شاء الله لا قوة إلا بالله 100 كيلو جرام و100 كيلو جرام سبحان الله، ويستظل الفئام من الناس بقحفة الرمانة، قشرة الرمانة الصغيرة يتظلل فيها 100 رجل و200 رجل، فانظر إلى الرمانة كيف هذه. يا الله. ثم تهب ريح طيبة تقبض المؤمنين من تحت أباطهم، فلا يظل على الأرض، يموت المؤمن خلاص، إلا لكع ابن لكع يتهارجون تهارج الحمر، يعني زي الحيوانات والعياذ بالله، عليهم تقوم الساعة.
هذه أو هذا بإجمال علامات الساعة الكبرى، يعني قصصتها في إيجاز بسيط ثم عليك بالتفصيل. لا أتصور كيف نهلكم من الحلقة حقيقة، لكننا نتجسر بأمر الله تبارك وتعالى ونعم بالله. هذه أهوال غريبة الشكل المولى، هذا ابني هذا لن يستطيع أن يتخيل هذا الشكل. هذا مجرد أننا نتكلم ونشعر، لا إله إلا الله، فما بالك لمن عاين. لا إله إلا الله. ولذلك هكذا كانت عبادة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، هكذا يتجسد كل هذا أمام أمامه وهو يعبد. لو تعلمون ما أعلم الله. لو يعني لو نعرف ما كان يعرف الرسول، شوف هو كل هذه الصور أمامه واضحة. الإنسان يصلي فتفتح له أبواب الجنة ويرى بابا من النار ويرى عنقودا من العنب، يعني ويرى هذا كأنه رأي العين. ونحن مسلمين حتى الآن لا نسمع عن هذه الأشياء تفصيلا، وإذا تكلمت فيها يأخذ تخرج ألسنة كثيرة. لا داعي لهذا الكلام يا شيخ، أنت ترهبنا. لا إله إلا الله. نحن نوضح للناس ما هم قادمون عليه. والله إن متنا الآن متنا على علمه وخلاص، والله غفور رحيم. لو ظللنا على قيد الحياة وظهرت هذه لابد من دراستها ومعرفتها. نحن مكلفون بمعرفتها. صحيح. نعم. مكلفون بمعرفتها. طبعا. الله سبحانه وتعالى. لمن يقول إننا نستخدم أسلوب الترهيب يهدأ بعض الشيء أمام هذه الأهوال. لا لا، هو القضية أن هذه حقائق فلا بد من معرفتها ولا بد من الاستعداد لها. نعم. تفضل يا ابونا. نبدأ بمسألة الشمس. نعم. أولى هذه العلامات. الشمس هكذا يعني ربما كما وضحت لك أن الناس فجأة تجد أن الشمس قد طلعت من الغرب، تطلع من الغرب. نعم. تظل بهذا المنطق سنة كاملة، يعني إذا هذا دليل على أن الناس في حالة من الذعر الشديد. نعم. أنت يا بني لو جلست في ضوء لمدة 4 أيام متتالية تنهار أعصابك. مستحيل هذا ما يتحمله بشر أن يجلس طول هذه الفترة في الشمس. تنهار يا بني أعصابك، الإنسان تنهار أعصابك عند لا بد أن يأتي هدأة الليل. نعم. يعني قل لو جعل عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من يأتيكم بليل تسكنون فيه؟ لا إله إلا الله. من سوى الله عز وجل؟ يعني إذا من نعم الله إيه؟ الليل. خلق الليل والنهار تعاقبهم فينا، لأن عشان يجي الليل نهدأ. صح. ندعو الله ونستغفر ونعيد السكينة إلى أنفسنا، وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا. نعم. أما أن تقلب البشرية الليل إلى معاش والنهار إلى لباس، هذه نحن غيرنا. يعني أن صنعوا البشرية في جوانتنامو لم يناموا طوال الليل بهذه اللمبات الكهربائية. لم يناموا نسأل الله السلامة. مرونا بالشمس الإلهية حينما تخرج علينا هكذا هذا. لا، وبعدين تطلع من الغرب، فأنت أنت ظلك وأنت ماشي هكذا تجد ظلك في الناحية الأخرى. هذا أمر غير، يعني هذا أمر لا تتوقعه، يعني سبحان الله. نعم. فلما تطلع الشمس يعني نذير كبير، لأن خلاص علامات الساعة سوف تترى. إحنا لا نسأل هنا عن السنوات التي تمكث. صحيح. لأن هي الأحداث متتابعة. صحيح. وباب التوبة أغلق والأمر قضي الأمر تماما. اسمع يعني. إلى نص الحديث. تفضل. لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها. نعم. فإذا طلعت من مغربها ورآها الناس آمنوا أجمعون، حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت الله في إيمانها خيرا. هكذا يقول الحبيب مصطفى مستندا إلى الآية الكريمة. ولتقومن الساعة وقد نشر، يعني أول علامة هذه، وقد نشر الرجلان ثوبيهما بينهما، البائع والمشتري. نعم. نشر الثوب عشان يشتري، فلا يتبايعانه ولا يطويانه، يتركوه لا بيع ولا شر. خلاص يا عم الشمس طلعت من الغرب، أبيع لك إيه وأشري لك إيه؟ وكان الحياة تتوقف فجأة. هو فجأة يقول له الشمس، ينادي المنادي والناس تسمع، ها قد طلعت شمس من الغرب، فالناس تعقد حالها هكذا. ولا تقومن الساعة وقد انصرف الرجل بلبن لقحته، لبن الناقة يعني، فليشرب، وحلب الناقة ورايح يشرب عطشان أو يفطر في رمضان أو غيره. خلص سبحان الله. ولا تقومن الساعة وهو يليط حوضه، يعني بيصلح الحوض اللي عنده في بتاع الماء يبنيه أو يعيد بناءه، فلا يكمله، سيبه يمشي سبحان الله. وقد رفع أحدكم لقمته إلى فيه فلم يطعمه. يا الله. هكذا قال صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم. نعم. عليه الصلاة والسلام. سبحان الله. عليه الصلاة والسلام. قلنا إن المكث بين شروق الشمس واختفائها إلى طلوعها من 3 ليالي. من المغرب. من المغرب 3 ليالي. 3 ليالي. تمام. نعم. تبدأ الـ 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 الآيات. الله سبحانه وتعالى يعني لما الصحابة خافوا والرسول طمأنهم بمسألة أن نقدر لهذا اليوم قدره، تمام، بدأ الـ 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 إذا ظهرت هذه تتابعت العلامات،
يعني خلاص بدأت المسألة كما ينفرط العقد. خلاص انفرط العقد وراء بعضها وراء بعضها، سبحان الله. على أثرها تظهر الدابة. طيب يعني معذرة، اليوم الذي تطلع فيه الشمس من المغرب يكون أي أيام الأسبوع أم لم يرد في هذا؟ لم يرد، ربما ورد يوم الجمعة على أساس أنها أول علامة كبرى، أو أن الساعة هي يوم الجمعة، كان يخاف منها النبي صلى الله عليه وسلم، يقول هذا يوم تطلع فيه، ولد في آدم وتقوم فيه الساعة. لكن متى كيف لم ترد أحاديث أو يعني أخبار صادقة أستطيع أن أؤكدها لك في مسألة في أي يوم. لكن لا تأتيكم إلا بغتة وهي أولاها، هي أولاها فجأة هكذا، فجأة لا تأتيكم، خلاص فجأة، سبحان الله. نعم ناتي للدابة. هذه يعني أنا يعني معذرة، البقعة البشرية الموجودة على سطح الأرض سوف ترى طلوع الشمس من المغرب. نعم. كل الناس، لا أحد إلا ويرى، وهم على أماكنهم هكذا أو أم يكونون في أماكن محددة؟ الله أعلم، سواء هم في أماكن، الكل سوف يرى، الكل سوف يرى، الكل سوف يرى. نعم، يعني هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، سبحان الله. نعم، إذن بالقطع كما قال القرآن، يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، يعني حتى نستطيع أن نرى الشمس هكذا. خلاص قضي الأمر، قضي الأمر. نعم. يعني من عام الماضي قالوا له بتوع الناسا، قالت ناسا، قالوا أن المريخ لما أبطأت حركة الأرض قليلا فأشرق فطلعت عليه الشمس من الغرب، وقال علماء الفلك وسوف يفعل بالأرض بعد سنين ما فعل بالمريخ. على أي حال كما تفضلتم فضيلتكم لا نرتكن إلى نظرية، لا 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 ولا نرتكن إلى الكلام، ولا لا 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 لا، دعني نهي، نحن في برنامجنا كتاب وسنة. نعم. ثم الدابة، الدابة تخرج الدابة. نعم، حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم، على ما النصوص، احنا جايين بالنصوص. فتسم الناس على خراطيمهم، تلمس على الأنف، سبحان الله، سنسمه على الخرطوم، سبحان الله. ثم يعني يغمرون فيكم حتى يشتري الرجل البعير، يعني تغمر الأخبار دي وتنتشر حتى يشتري الرجل، فيقول ممن اشتريته؟ يقول اشتريته من أحد المخطمين الذي عليهم علام، علي علام، ملوش اسم، اختفى الاسم. اشتريت البعير ده من من؟ السيارة هذه من من؟ ينسي الله تبارك وتعالى الناس الأسماء، خلاص هو الواحد من المخطمين، وهو أيضا مخطم. نعم، لا مش كل الناس، هي تخطم كل الناس، هي من يخطم، من يخطم، والعياذ بالله، الذي متى حتى يفزع الذي لا يصلي الى الصلاه فيصلي فتاتيه الدابه تقول الان يا فلان. الله اكبر، نص الحديث، كل واحد اذا ذهب ليصلي وهو لم يكن يصلي من قبل تقول له الان يا فلان، قال الان تصلي، يا الان تضع الحجاب، لا اله الا الله، تغطي راسك الان، خلاص قضي الامر، لا ينفع نفسه، لا نفس الايمان، نفس الان لم تكن امنت من قبل او كسبت في ايمانها خيرا. تخرج ومعها عصا موسى وخاتم سليمان، نص الحديث. نعم. فتختم الكافر بالخاتم وتجلو وجه المؤمن بالعصا، حتى ان اهل الخوان، نعم، لا يجتمعون على اخوانهم، يعني قاعدين على المنضده، نعم، المائدة يعني ياكلون. نعم. فيقول هذا خذ هذا يا مؤمن، خذ هذا يا كافر، يناول الطعام بالمسمى مؤمن وكافر. قد استبانت الامور، ظهرت الحقائق. اما ليه لما نيجي احنا بعد كده ان شاء الله لمساله المؤمن، فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم، خلاص الحقائق اصبحت واضحه، المسميات صارت في وضعها، وهذا هو اصل التسميه، هذا مؤمن وهذا كافر، بس رضى عليك، صح. اذا فليعمل كل منا على ان ينال اسما، بس 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 بس، شوف ايه حصيله عمله، وسبحان الله العظيم. طيب، الا الله. فارفض الناس عنها شتى، نص الحديث. فانفض، فارفض بالراء، فارفض يعني فض، يعني ابتعد الناس عنها، خافوا. نعم. لان هذه نجي رصها الان. طيب. كما راها تميم الدهر، لما انفض الناس عنها، سبحان الله، ارفض الناس عنها شتى وثبتت عصابتهم من المؤمنين. لان المؤمن بثبات، يثبت الله الذين امنوا بالقول الثابت في الحياه الدنيا وفي الاخره، ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. نعم. التثبيت ده مهم، من هو التثبيت ده من ايه؟ من الداخل، من الداخل، سبحان الله. صحيح. فبدات بهم، هي الدابه، وما تبدا بالايه؟ بعصابه المؤمنين، بعصا موسى، سبحان الله. فحلت وجوههم، كل المؤمنين الموجودين، المؤمنين على الأرض حوالي، وهي سريعه، كله سريعة، كل قريه وكل مدينه وكل بلد تتحرك،
أنا أريد أن أتصور كيفية الحركة كيف تكون. أنت لا, لا 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 أنا ولا أنت ولا المشاهدين سوف نتصور، هذا أمر الله، ولكنها سوف تجوز وتجوز في الأرض، وستسمى الجساسة، سرعتها سرعة الريح المرسلة، تضع حافرة حيثما وقعت عينها. يا الله الله بهذه السرعة. يعني إذن لا أتصور أن الناس كلهم لا يكونون مجموعون إلى منطقة محددة. لا لا لا، في مناطق شتى. في مناطق. في مناطق. الجساسة تسمى الجساسة. هي تتجول عليه. تتجول سبحان الله. حتى حلتها لهم فجعلتها كأنها الكوكب الذري. الله. تنظر الله واجعلنا منهم إذا حصلنا وركنا يا رب. حتى إن الرجل يتعوذ منها. خاف. فيقف يصلي، ده اللي هو الآخر بقى مش المؤمنين. نعم. فتأتي خلفه وتقول يا فلان. الآن تصلي؟ لا تقبل الصلاة. نعم طيب. وصف هذه الناقة. الدابة سوف نأتي لحديث تميم عشان لا نستبق الأحداث. طيب. عشان أريد أن أسلسل مع الإخوة المشاهدين والمشاهدات الأحداث. هذه الدابة. الدخان. الدخان. فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين. دخان واضح. ظاهر. وارتقب في اللغة يعني احفظ. اصل الرقابه الحفظ ارتقب. قال فاحفظ يا محمد يوم تاتي السماء بدخان مبين يغشى الناس. احفظ هذا اليوم وادرك هذا اليوم، يعني ادركه ادراكا بعقلك وترقب له. فارتقب يوم تاتي السماء بدخان يغشى الناس، كل الناس، الدنيا تظلم، الدخان على الرؤوس سبحان الله العظيم، تظلم يعني ايضا بعدما اشرقت طبعا 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 خلاص من الاحداث ورا بعضها. سبحان الله. يغشى الناس هذا عذاب أليم، ربنا اكشف عنا العذاب إنا موقنون. خلاص إنا مؤمنون احنا رب. خلاص سبحان الله. وبعدين ربنا سبحان الله أنى لهم الذكرى. منذ متى؟ لا تحين من خلاص بقى. خلاص أنى لهم الذكرى. كان العلماء يقولوا أو أسوأ ناس عند الناس العلماء، كل من عالم يتكلم يطلع له 700 واحد يا عم خطأ يا عم اسكت انت. قال الدنيا سبحان الله ما قال نعم ولا ولا أخوة. لا 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 الله سبحان الله. ف يعني بعد ما 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 ما, ما, ما يظهر الدخان يصير الامر صعب، لان المؤمن يصير على راس المؤمن كالزكمه، وعلى راس الكافر والمنافق والفاجر كنيران تغلي فوق راسه. ولا يستجاب دعاؤه، لا يستجاب دعاؤه. وهذه هي الثالثه. نعم. ثم المسيخ الدجال. ندخل في نص الحديث. عن أمامة عن ابن أبي أمامة الباهلي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنطق الحديث بنصي كي لا أترك حرفا واحدا. نعم. لأن كلام يعني ما ما ما, ما ليس فيه علم العقل ولا سبحان الله. فضل يعني أحفظه نعم ولكن أنطقه كما هو. نعم الحمد لله. إنه لم تكن فتنة في الأرض منذ ذرأ الله ذرية آدم أعظم من فتنة الدجال. يعني أعظم فتنة. أصل في حد ربنا أعطاه توكيل. ولا نبوخذ نصر ولا لا 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 ولا كل دول تلاميذ صغار في مدرسه المسيح. لا لا هذه الحرائق وهذا القتل لا لا وهذا الدمار. ابليس نفسه كل شغل وسوسه، ليس بدرجه المسيح الذي يظهر كشاهد. اين ابليس من المسيح وقتها؟ سيكون ماذا؟ لا لا سبحان الله. يعني هو يقال انه ياتي ليسجد هناك قريبا من بيت المقدس فتطاوف الدابه وانتهى امره. سبحان الله. سبحان الله. طيب. وإن الله لم يبعث نبيا، هكذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، إلا حذر أمته منه، وأنا آخر الأنبياء. سبحان الله. وأنتم آخر الأمم. يعني إبن المسيح لمن؟ لن بس هكذا يقول لنا. وهو خارج فيكم لا محالة. إبن الرسول لما يقول لا محالة سيتحقق. ولذلك دايما أنا بعد التشهد اللهم إني أعوذ بك من فتنة المحيا وفتنة القبر وفتنة الممات وفتنة المسيخ الدجال. لا. كل تشهد لازم. هذا كلام للإخوة والأخوات. اللهم إني أعوذ بك من فتنة المحيا والممات وفتنة الممات وفتنة القبر وفتنة المسيخ الدجال. طبعا لازم أستعين. لا إله أستعين بالله ولا أملك شيء. لا نعم. وإن يخرج وأنا بينكم فأنا حجيج، وإن يخرج من بعدي فكل امرئ حجيج نفسه والله خليفتي على كل مسلم. وإنه يخرج من خلة بين الشام والعراق. هذه المنطقة توفيق سبحان الله. فيعيث يمينا ويعيث شمالا يا عباد الله اثبتوا.
هو الذي يقول ينادي الرسول ينادي الرسول عليه الصلاة والسلام ينادي علينا وكأنه يرانا الآن. كأنه يرى المسيح يرى ويتحرك ويرى بقية أمته المؤمنة يقول له مثبت ويعيث يمينا ويعيث شمالا يا عباد الله اثبتوا تعالوا رايحين فين ما تخافوا لا تخافوا يعني كأن الرسول قلبه مع والسلام. بقية المؤمنين والسلام. فإني سأصفه لكم صفة لم يصفها نبي قبلي الرسول بيشرح إنه يبدأ فيقول أنا نبي ولا نبي بعدي أراضي وأطحري بالمؤمن ويثني ويقول أنا ربكم وأنتم لم ترون ربكم حتى تموت وإنه أعور وربكم ليس بأعور الرسول هكذا يثبت هذه أمارات له سبحان الله طيب. وإنه مكتوب بين عينيه كافر يقرأه كل مؤمن كاتب أو غير كاتب كل يقرأ وإن من فتنتي أن معه جنة ونار فناره جنة وجنته نار يا الله جميل أشوف الرسول يعني معنى الإجابة يعني الله يعني إيه يعني أوعى تطيعه لأن لو أطعته بيقول لك دخلك الجنة يدخلك النار لأن تؤمن به والعياذ بالله كرب وهنالك من يؤمن به كثير ويدخلون ناره ويدخلون الجنة يدخلون النار الحقيقي خلاص هذا سوء الخاتمة هو أعماله سيئة يعني ثم جاء المسيح الدجال ليضع له آخر مسمار في نعش دخوله النار يدخل كافرا والعياذ بالله لأنه خلاص هو سابقة عمله إيه مهزوز لا ولكن لا صوفا ما يفعله كما تفضلتم فضلتكم الآن بأن معه جنة ونار ربما هذه إرهاصات للناس تصدق بأنه إله والعياذ بالله وهو تصدق بما تصدق بأن الآخر مهزوز إيمانيا أنت تستطيع الآن أن تقول لموظف في مهنة يقلب منها راتبا حراما تقول له اترك المهنة الآن لا لا هل هذا عنده يقين لا لا فهو نفس القضية اللي يؤمن به هذا من لا يقين عنده يعني لا يتذرع احد من الناس الموجود وقتها بانه خدع في الامر ما هو الصحابه غير طيب ده هو معاه الاكل والشرب معاه مفاتيح الخزنه صحيح قالوا قال الرسول صلى الله عليه وسلم الله يكرم عباده المؤمن بالتهليل والتسبيح والتحميد يلهمون كما يلهم النفس يعني المؤمن لانه طبيعته ذكار شكار بكاء يسبح ويحمد وهكذا فيلهم به حتى جاء الاعرابي الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي لحظه كان الرسول في حاله غضب وعمر رفض دخول الأعراب قال دع قال الرسول في حالة غضب لأن الصحابة قتلوا عند بئر الرجيع المهم يعني فأدخلوه قال يا رسول الله سمعتك تقول عن المسيح الدجال ومعه الأكل والشرب سبحان الله فما بالك يا رسول الله انضربت في ثريده مدعيا الإيمان به ثم كفرت به بعد ذلك فتبسم الرسول وقال صلى الله عليه وسلم بل يغنيك الله بما يغني عباده المؤمنين بالتسبيح والتحميد والتهليل والتكبير تلهم به يا عبد الله كما تلهم النفس لا شيء يا سلام نعم وطعامه وشرابه طعام وشراب طعام وشراب لكن للاسف كله تخيلات كله تخيلات مبني على عدم يقين من امامه هو ثم المسيح لمسخ عينه او مسيح لانه يمسح بقيه الايمان المتزعزع عند اتباعه يمسح كل الباقي خلاص كان عنده شويه ايمان بسيطه يمسح والدجال والدجال لانه يكذب على الناس معه جنة ونار معه طعام وشراب هذا كذب كله كذب لأن وأنا نبي وأنا رب وهكذا يقول وهذا كله كذب من أين يأتي بالجنة والنار هو يدعي أن هذه جنة وهذا كأنه يعني زي الحاوي هو الحاوي مش يضحك على الناس إذن هو ليس أنا أتصور أنه متقدم علميا مثلا لا استخدام لا. أنواع محددة من الأشعة في الرمال الله أعلم قد يقول لكن هو يقنع من حوله لأن لماذا يخاف الناس ممن فوقه في الوظيفة؟ لأنه لا يقين عنده يظن أن هذا بيده مفتاح أن يعطيه وأن يمنعه أن يعطيه الرزق أو يمنعه الرزق هذا موجود يعني معذرة إذا حاولنا أن نصوغ هذا الأمر في سياقيات التقدم العلم والتكنولوجيا وأن نهبط إلى الواقع الآن كيف نتصور ظهور المسيخ الدجال في هذه الأطباق الطائرة مثلا ابني ربما الأرض نفسها الحضارة تندثر الله أكبر لا إله إلا الله حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس الله أكبر شكرا ليه نعم فجأة زلزال يقوي وعدمر العالم مصائب براكين تعود البشرية مرة أخرى أين الرومان أين الإغريق أين الفراعنة أين البابليين أين الأشوريين أين حضارة الصين
أين الملوك التي كانت مسلطنة؟ نعم. أين هؤلاء؟ وأين ما ساسه في الناس ساسانه؟ سبحان الله. أين قصور أين مال هارون؟ أين هؤلاء؟ صحيح. أين دولة بني الأفطس ولا دولة المسلمين في الأندلس؟ أين ذهبت؟ نعم. سبحان الله. هذا المسيخ الدجال إنسان بشر؟ إنسان يعني له أب له أب لا, لا 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 لا. هو هكذا ولا يتناسل. هكذا قال الرسول. يعني سوف نأتي لهذا. أنا أريد أن أتحدث عن يعني. طيب أنت عايز تغوص في المسألة. نعم. بالتفصيل. يا ليت. اسمع طب اسمع بقية الأحاديث وبعدين نفصل لك. تفضل. يعني لا نسبق الأحداث. تفضل. إحنا بس أجبلنا كي يكون الإخوة المشاهدين والمشاهدات. نعم. معنا في الله. وادي التقارب. نعم. 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 ذكر رسول عن النواس بن سمعان رضي الله عنه في حديث. نعم. مسلم. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الدجال. السلام. فخفض فيه ورفع. فضل يتحدث طويلا يعني. نعم. يعلو صوته ويخفض صوته حتى ظنناه في طائفة النخل. فلما رحنا إليه عرف ذلك فينا. اقتربوا من وجه رسول الله فشافوا المخيفين زي ما انت خايف الآن. خاف. الصحابة خافوا. شيء مخيف. الصحابة خافوا. شيء مخيف فعلا. فقال ما بكم؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يخاطب الصحابة. الصحابة نعم. هو شافوا مرعوبين. سبحان الله. ما بكم؟ وده مين؟ لا إله إلا الله. عمر وعثمان وعلي وبلال وعمار وعبد الرحمن الصفوة. أين نحن من هؤلاء؟ الصفوة سبحان الله. يبدو أبني قلوبنا قد تحجرت. أين نحن من هؤلاء؟ من عمر كان يخاف من مجرد ذكر سماع هذا الشخص. ولكن التفت. لا إله إلا الله. وبعدين يقول يعني أظنه يعني يظهر بجواري فأقتله يا رسول الله. ما تسلط عليه يا عمر. قلنا يا رسول الله ذكرت الجلدال غداة. ذكرت الدجال غدا يعني بعد صلاه الصبح. يا رسول ذكر هذا في صلاه الصبح. يعني اليوم لو كلمنا كان بتبقى صلاه الفجر الناس بتطفش مننا. صحيح. ولا يستمع لك احد. تشاؤم ليتبدا بهذا التشاؤم. سبحان الله. فخفضت فيه ورفعت حتى ظنناه في النخل. فقال غير الدجال اخوفني عليكم. يا عليه الصلاه والسلام. يعني في فتن كثيره سوف تاتي لكم اكثر من الدجال. سلام. لان الدجال سوف ياتي يجني ثمرة شياطين الإنس والجن. كيف؟ وهو شياطين الإنس والجن الآن يشتغلوا علينا. لا. والله اللي بيتبعهم خلاص ضعف إيمان. صحيح. فلما يجي المسيخ الدجال يستقبل. يمحي بقية الإيمان وخلاص وانتهى وبقى. الله أكبر. حتى يحقق كفره فيدخل النار. بس حجة على الله بعد ذلك. يا الله. ليس له عذر. لك عذر تعتذر إلينا به. هكذا يقول الله للعبد يوم القيامة. نعم. فخلاص يعني لو تماسك هذا لكان له حجة على الله بما لديه من بقية إيمان. لعل وعسى. لكن من أين يتماسك وهو صحيح. ليس له سابقة كما قلت أعمال. رصيده صفر. بس ويريد صفر. رصيده بالناقص. رصيده صفر يبنى عليه. رصيده عليه ضده. نعم. إنه شاب قطط. شاب قطط. ما معنى قطط؟ يعني أقرب إلى الطول. طويل. طويل. عينه طافئة. جاحظة. بارزة. في رواية تانية كان عنبة. عينه اليمنى فقط. عينه اليمنى الأخرى مطموسة. اليمنى مطموسة. والثانية بارزة. اليسرى بارزة. نعم والعياذ بالله ربنا. زي قراصنة البحر والعياذ بالله. نعم. زي الضفدعة. والعياذ بالله. كأني أشبهه بعبد العزة ابن قطن. يبدو أن واحد كان موجود يعني. أعوذ بالله. بالله رب العالمين. فمن أدركه منكم فليقرأ عليه فواتح سورة الكهف. الرسول بيعطينا العلاج. السلام. يعني ما تركنا إلا وهو أب حنون علينا. هكذا نلتقط الأنفاس. التقط هكذا بفواتح سورة الكهف. وإنه خارج من خلة بين الشام والعراق. فعاث يمينا وعاث شمالا يا عباد الله فاثبتوا. قالوا يا رسول الله وما لبثه في الأرض قد يمكث؟ قال 40 يوما فقط. بس والعياذ بالله. من أيامين أيضا. من أيامين. بس أيام يعني كل لحظة تمر. أيام سوداء. لا نقول أيام سوداء. أيام الله لا تسود. ماذا نقول؟ لا أيام صعبة بس. لا يوصف اليوم بالسواد. أو أعمال الأعمال فيها سوداء وبيضاء. لا سنسأل أن يبيض. 40 يوما اسمع. يوم كسنة. ده ليست كأيامنا. ويوم كشهر. ويوم كجمعة. ومن اليوم الرابع كأيامكم.
زي الشمس. مثل الشمس. يا الله. لأنه هيطوف في البلاد. يا الله. هيطوف في البلاد. عندك 14 شهرا تقريبا يطوف في البلاد. ويدخل كل ما في بيت من مدر ولا حضر ولا وبر إلا ما يروح. يدخله. يدخل البيوت والشوارع ويمشي في الأزقة والحواري. وأتباعه يسيرون خلفه. وأتباعه يسيرون خلفه. والمؤمنون يثبتون على إيمانهم في أماكنهم. تعالى ويقرؤون على جبهته كافر وسبحان الله. قلنا يا رسول الله فذلك اليوم الذي كسنا أتكفينا فيه صلاة؟ شوفوا الصحابة سابوا كل الموضوع ومسكوا في موضوع الإيه؟ الصلاة. الصلة بين العبد وبين ربه. صحيح. الصلاة بين العبد. أنا أثبت كيف من غير إيمان؟ نجوم. أثبت نجوم. كيف أثبت من غير إيمان؟ نجوم. كيف أثبت؟ يا أخي ما كان شريه إيمان سبحان الله. صحيح. إذا الإيمان ضاع فلا أمان ولا دنيا لمن لم يحي دينه. ومن صحيح. جعل الحياة بغير دين فقد جعل الفناء لها قرينا. نعم. هكذا أرادوا نعم. تخريبه. فقال قدروا لهذا اليوم قدره. قلنا يا رسول الله وما إسراعه في الأرض؟ يعني أسئلة كما تسأل أنت. الصحابة يسألون. نعم. قال كالغيث كما أسأل أنا سبحان الله. كالغيث المرسلة. شو الغيث؟ سرعته سرعة المطر. وفي رواية كالريح المرسلة سبحان الله. هو الله سبحانه وتعالى أعطاه هذه القدرات لأن دي آخر فتنة. ولماذا يصنع الله بنا هكذا؟ لا 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 ليستبين الخبيث من الطيب. أولسنا عياله وعباده؟ لا لا نحن عباده ولكن لما ننحرف بعيدا فما نحن بعباده. وعدنا برحمته يا شيخ. وعد المؤمنين يختص برحمته من يشاء. لا إله إلا الله. قال رحمتي أصيب بها من أشاء فسأكتبها للكل. لا لا يتبعون الرسول النبي الأمية. لا لا فيها مواصفات فيها مواصفات. عايزك نكمل في الغد إن شاء الله. أقع الله يا بريك. طيب. مشاهدينا الكرام نلقاكم في حلقة الغد. شكرا لكم والسلام عليكم. ما في في الغد إن شاء الله. نعم معذرة سامحونا الجمعة إجازة ونلتقيكم يوم السبت إن شاء الله. إن شاء الله. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا مولانا. بسم الله الرحمن الرحيم. حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا